أنا مصابة بالاكتئاب وسني أشرف على 50، هل وجود اضطراب مثل الاكتئاب أو ثنائي القطب معناه أن الشخص ليس سليم القلب؟ لا، الاكتئاب والبوردر لاين وثنائي القطب والكلام ده كله ده عبارة عن خلل في كيمياء المخ كأي مرض، والمرض بيأتي من خلل العضو، خلل إما بالزيادة أو النقصان، وهم كل الأدوية على هذا، إما أنها تزود الناقص أو تقلل الزايد علشان يرجع الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى في حالته الأصلية. الكلام ده مين اللي قاله؟ الإمام الغزالي. الإمام الغزالي هو اللي بيقول كده. ولذلك فأي مرض لا علاقة له عند الصبر عليه وعند مقاومة آثاره، بل بالعكس القلب السليم هو الذي يقاوم ويرضى بأمر الله.